والآن نتابع على الهواء مباشرة من الجزائر لقطات مباشرة من الكلمات في القمة 31 والمنعقدة في العاصمة الجزائر. التعاون والتنسيق والتكامل ما بين الطرفين. في الوقت الذي نتعافى منه من جائحة كوفيد 19 وتداعياته، فإن العالم لا يزال يواجه تحديات اقتصادية ومناخية كبيرة، وعديدة هي المسائل التي تشغل العالم العربي الإسلامي، من بينها القضية الفلسطينية عاصمتها القدس الشريف، وهي قضية تحتاج إلى عمل مشترك، عمل عربي مشترك، وتبقى في صميم انشغالاتها وتبقى دون حل لهذه القضية التي هي القضية الفلسطينية، قضية فلسطين التي تشهد اعتداءات إسرائيلية عليها، وهو ما يحدد بتداعيات ستعمل على تفاقم الظروف الحالية، ولهذا يجب أن نضاعف الجهود على الصعيد الدولي من أجل تنفيذ قرارات المساواة الدولية وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني وتلبية حقوقه الأساسية، لا سيما حقه في إقامة دولة في حدود 68 وعاصمتها القدس الشريف. وفي هذا الصدد لا يفوتني أن أهنئ مرة أخرى توقيع إعلان الجزائر للم شمل الفصائل الفلسطينية، وهو ما يشكل مرحلة هامة ويعرب عن نهاية الانقسام في كنف الشعب الفلسطيني. وهنا نحيي الشعب الشقيق الجزائري على هذه الجهود القيمة وعلى مرافقتها الشعب الفلسطيني، ونحن نؤكد دعمنا لهذه المبادرة من أجل تعزيز الوحدة الفلسطينية في إطار تنظيم أو تحرير فلسطين، وهو ما يسعى إليه الشعب الفلسطيني. ونحن هنا ندعم جهود جامعة الدول العربية من أجل استتباب الاستقرار والأمن في السودان وليبيا. في إطار منظمة التعاون الإسلامية نبذل جهودا كبيرة تجاه التحديات التي تعاني منها دول منطقة الساحل وكذلك في أفغانستان، ونود أيضا أن ندعم حقوق أشقائنا في الهوينغا وكافة الأقليات المسلمة عبر العالم، ونؤكد وسيادة دولة أذربيجان على أقاليمها، إن مكافحة الإرهاب والتطرف هي في الصميم انشغالاتنا، وهي تحديات يجب على الدول العربية أن تواجهها. هذه هي الحالة تستدعي مضاعفة الجهود وتعزيز التعاون على الصعيد الإقليمي والدولي وتجذير مبادئ التفاهم المتبادل والتعايش السلمي. سيادة الرئيس، أصحاب الجلالة، أصحاب السمو، سيداتي، سادتي،
ونحن نسعى إلى تعزيز التعاون ما بين منظمة التعاون الإسلامية وجامعة الدول العربية من أجل تسوية المسائل ذات المصالح المشتركة وتعزيز التعاون الاقتصادي والعلمي والثقافي وتمكين المرأة والشباب. فنحن على يقين بأن رئاسة الجزائر لقمة جامعة الدول العربية سيمضي قدما بأعمال جامعة الدول العربية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.